معكم محمد البلوشي من ولاية الشناص. ابتديت نشاطي الاجتماعي من 3 سنوات من هذا الدكان اللي خلفي. كنا نساعد الوالد بعد ما تسرح من العمل، وكنا نتلمس حاجات الناس فيه. من يوم وأنا صغير يستهويني زيارة الصيادين والجلوس معهم والاستماع إلى حديث. جلستنا العصرية دائما في هذا المكان، نشوف الصيادين وهم حق قواربهم وهم يرجعون. هذا المكان من أجمل قصص النجاح اللي مريت عليها في هذا المكان اللي كان صغير وما شاء الله توسع وأصبح بهذا الحجم. بعتي يوم العيد؟ بعتي يوم العيد، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله حصلت خير. الحمد لله. أسعى دائما إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الباحثين عمل والأسر المنتجة أينما كانوا. من الله التوفيق، ولهم إن شاء الله كل النجاح.